ما رأي فضيلتكم في رجل تزوج ابنة عمه وبعدما أنجبت قيل له إنه قد رجع معها أكثر من 3 مرات كيف يتصرف؟ عليه أن يراجع القاضي راجع المحكمة الشرعية لإثبات هذا الرضاع الصفة الشرعية إذا كان ثبت أنها رضعت معه 5 رضعات فأكثر في الحولين فإن القاضي يفرق بينهما أما ما دام لم يثبت هذا الرضاع فإن الأصل بقاء النكاح والأصل صحة النكاح والرضاع يكون مشكوكا فيه واليقين لا يزول الشك الحاصل أن هذا يراجع فيه القاضي بارك الله فيكم.